بالمثل قررت أوكرانيا الرد على الحظر الغذائي الروسي الذي وعدت موسكو بتنفيذه اعتبارا من بداية السنة الجديدة، وبأغلبية من الأصوات أقر البرلمان الأوكراني الإجراءات المضادة، وتبنتها الحكومة برئاسة أرسيني ياتسينيوك على الفور. وقال ياتسينيوك إن الحكومة سترد بحظر تجاري وعقوبات مماثلة ضد البضائع الروسية. وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أكد يوم الاثنين أن بلاده ستوسع الحظر ضد أوكرانيا، والمفروض أصلا على الدول الأوروبية، ليشمل المواد الغذائية ابتداء من الأول من يناير تاريخ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز تنفيذ بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وكانت كييف دخلت في أزمة مع موسكو منذ خلع الرئيس الموالي للكرملين فيكتور يانوكوفيتش وضم روسيا لشبه جزيرة القرم.